خليني أرحب في هذه الفقرة بضيفي عبر الهاتف الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. خليني في البداية أبدأ مع حضرتك بالإسكان في المحافظات. إزاي الدولة استطاعت تطوير التخطيط في المحافظات في فترة وجيزة، مع العلم يا فندم إن إحنا يعني فكرة سكن لكل المصريين، إحنا بنتكلم أيضا عن جودة الحياة، إحنا ما بنتكلمش عن سكن فقط، بنتكلم عن بنى تحتية، مناطق ترفيهية، جامعات ومدارس، أسواق تجارية وغيرها من الخدمات. تفضل. خليني أقول لحضرتك إنه المشروعات الإسكان في مصر هي في الحقيقة بتشهد طفرة نوعية كبيرة جدا، مش بس على المستوى الاجتماعي، يعني مش بس مراعاة المستوى الاجتماعي، لأن إحنا عندنا مجموعات مشاريع سياحية ومجموعات مشاريع للإسكان فوق المتوسط والمتوسط. في الحقيقة المشروع اللي حضرتك بتتكلمي عليه، مشروع سكن لكل المصريين، هو سكن لمنخفضي ومتوسط الدخل. المشروع ده في الحقيقة وكثير من المشاريع، مشاريع منخفض الدخل، في الحقيقة الحكومات المتتالية بتبقى عندها مشكلة كبيرة جدا خصوصا في تمويله، ولكن في الفترة الأخيرة احنا الدولة وجهت لمحدودي ومتوسط الدخل مجموعة من البرامج اللي بتستهدف في الحقيقة رفع مستوى الحياة. زي ما حضرتك قلتي، مش بس ان احنا بنوفر له مساكن إيواء زي ما كانت بتسمى فترات سابقة، ولكن هي مشروعات سكنية ومكتملة المرافق. وفي الحقيقة اكتمال المرافق ده هو من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلي للسكن معنى. مشروعات الإسكان هي مشروعات للسكن عشان نسكن فيه، فما نبقاش قاعدين في شقة وفي نفس الوقت قلقانين من ان مفيش كهرباء، لان مفيش مية، ما عندناش امان في المكان او في التجمع العمراني ده، أو إن إحنا قلقانين من إن أولادنا هيتحركوا يروحوا الأماكن البعيدة في المدارس، أو هيروحوا يستخدموا وسائل المواصلات في سن صغير. وبالتالي معنى السكن، وده الأستاذ رايز دايما بيشير إليه، إنه فكرة إنه السكن، المشروعات الإسكان لازم تؤدي إلى السكن، لازم طبعا تبقى نفسك تسكن للمكان اللي أنت فيه. وبالتالي زي ما حضرتك قلتي، هي بتوجه إلى مجموعة من الخدمات اللي لازم تكون في الظهير بتاع الإسكان. زي بقى مشروعات النوادي والملاعب، زي الخدمات الحكومية. فهنلاقي كل مشروعات الإسكان اللي معمول لمحدودي ومنخفضي ومتوسط الدخل في الحقيقة بيكون بالتوازي معها في مشروعات خدمية، علشان الناس دي غالبا يا إما بتبقى منقولة من مناطق تعديل العشوائيات، يا إما بتبقى هي غير، يعني هو غير متوفر ليهم الحصول على وحدة سكنية. وبالتالي لازم يكون في مكان متكامل الخدمات، وده اللي بيحصل في مشروع سكن لكل المصريين. يعني خلال السنوات الماضية دكتور إسلام، يعني خاصة في هذا القطاع، قطاع التخطيط العمراني، بالتأكيد كان في تحديات كبيرة واجهت الدولة المصرية. خليني أسأل حضرتك عن هذه التحديات وكيف اجتازتها أيضا الدولة. تفضل يا فندم. خليني اقول لحضرتك انه من التحديات الرئيسيه في المشروع ده هي مشكله التمويل. وفي الحقيقه ده اتحلت بانه بقى في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. المشروع او الصندوق ده في الحقيقه تم توفير ليه مجموعه من الاراضي، وده التحدي الثاني، ان احنا عشان نعمل مشروعات سكنيه يلزمنا تمويل ويلزمنا اراضي. وبالتالي تم توفير مجموعه من الاراضي، سواء من الاراضي التابعه للقوات المسلحه زي اللي كانت موجوده في منطقه الاسمرات، او للمحافظات زي ما بيحصل في اماكن كتير او محافظات كتير، ان الاراضي التابعه للمحافظات بيتم تخصيصها لانشاء مشروعات او تجمعات عمرانيه بقى، سواء لمنخفضي او متوسط الدخل او حتى للمشروعات، كل حسب كل طبيعه ارضي. التمويل في الحقيقه هو تم بطريقة، يعني خلينا نقول خارج الصندوق، يعني إن كل قطعة أرض بيتم تخصيصها من وزارة الإسكان في المدن الجديدة للمستويات اللي هي فوق المتوسط، الحقيقة جزء منها، جزء من ثمنها بيوجه على طول لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري. كمان كل الخدمات اللي بتتم في الفتره اللي فاتت هتلاقوا، لو بتراجع الريسيت كده اللي انت دفعت بيه الخدمه، هتلاقي في جزء منها ولو صغير موجه لدعم التمويل العقاري لمشروعات الاسكان الاجتماعي. وبالتالي مشكله التمويل ومشكله الاراضي هي دي دايما بتبقى من اكبر المشكلات
اللي بتقابل القطاع ده. المشكله الثانيه بقى هي مشكله ان احنا اوجدنا الارض وبنينا الوحده السكنيه، طيب ازاي هقدر اوفرها لشخص متوسط دخله في حدود 6000 جنيه اللي هو غالبا فئه منخفض الدخل اللي الدوله يعني بتدعمهم في هذا القطاع، صحيح. او 13000 جنيه حتى كمان، يعني دول المستويين اللي هم متوسط الدخل ومنخفض الدخل. الحقيقه وحدات سكن لكل المصريين بتستهدف الشريحتين دول، حد دخله في حدود 6000 جنيه او حد دخله 13000 جنيه. ازاي اقدر اوفر له وحده سكنيه بقى بحيث ان هو يقدر دخله ده يكفيه او يكفي ان هو يدفع الوحده دي؟ وده اللي حصل بقى مع البنوك، بانه الوحدات دي بتشتريها البنوك وتسدد ثمنها، وتبدا ويبدا المواطن يعمل خطه سداد على الفترات الزمنيه طويله، يعني تبدا بقى من 10 15 20. وبالتالي ده كان التحديات الاساسيه اللي واجهت مشروع سكن لكل المصريين، خاصه يعني وعموما مشروعات الاسكان اللي الدوله بتقوم بها من حوالي اكثر من 6 او 7 سنوات دلوقتي في المشروعات اللي زي كده.